السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تفتح التابوت فسيضرب الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاجنا، سيضرب الموت كل من يعكر صفو الملك. دي العبارة اللي كانت مكتوبة على جدار مقبرة الملك توت عنخ آمون، واللي اكتشفها عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر لأول مرة سنة 1922، ووقتها رجع للورد جورج إدوارد ستانهوب واللي كان الممول المالي لمشروع البحث، وقال له أنا أخيرا اكتشفت حاجة عظيمة في الأقصر، وطلب منه أنه يروح معاه ويشوف بنفسه. ولما كارتر وقتها كان في الأقصر كان معاها عصفور كناري لونه ذهبي. المهم العصفور ده كان في القفص عادي جدا، وكارتر واقف مع المساعد بتاعه بيتكلموا مع بعض، سمعوا صوت صرخة عالية هزت المكان، ولما بصوا لقوا ان في تعبان جوه القفص وفاتح بقه وبيقرب من العصفور. جري كارتر على القفص وقتل التعبان، لكن للأسف العصفور كان مات. وفي اللحظة دي المساعد بتاعه بصله بخوف وقال له اللعنة بدأت. الحلقة دي هنتكلم عن حقيقة لعنة الفراعنة. وصل اللورد جورج إدوارد الممول للمشروع وهوارد كارتر للقاهرة، وفعلا راحوا مع بعض لمقبرة توت عنخ آمون وكسروا أبواب المقبرة، ودخلوا هما والمساعدين اللي معاهم واستكشفوا المقبرة وشافوا كل اللي فيها. المقبرة كانت مليانة بالذهب والجواهر والتماثيل والعطور والقناع الذهبي الشهير لتوت عنخ آمون. وبعد ما وصلوا للتابوت الحجري للملك وفتحوه لقوا جواه تابوت تاني، ولما فتحوا التابوت التاني لقوا جواه تابوت تالت من الذهب، ولما فتحوا التابوت التالت لقوا توت عنخ آمون نايم جواه ومستلقي بهدوء. والغريب في الموضوع ان المقبرة كانت كاملة، كل حاجة في مكانها، وكأن كارتر هو اول واحد يدخل المكان ده من 33 قرن. المهم انهم حددوا يوم معين يعملوا فيه افتتاح للمقبرة ويوروها للعالم كله، وده كان في نوفمبر 1922، ودعا كارتر الناس والعلماء من كل انحاء العالم علشان يحضروا اليوم الموعود. وفي نفس اليوم حصل حاجة غريبة شوية، الدكتور محمد زكريا اللي كان مشارك في المشروع جاله مرض غريب جدا ومات، وفي نفس اليوم برضه الكهرباء قطعت في القاهرة كلها، والصحافة بقى اشتغلت، ربطوا بين موت محمد زكريا وبين انقطاع الكهرباء، وقالوا ان ده تم بأمر من الملك توت عنخ آمون العظيم. واللي زود الطين بلة لما اللورد جورج نفسه الممول المالي للمشروع اتلدغ من بعوضة وحصل له بعديها تسمم في الدم ومات هو كمان، بالإضافة لأن كل العمال اللي دخلوا المقبرة للمرة الأولى جالهم أمراض صدرية وحمى غريبة وماتوا كلهم فجأة بدون إنذار. وبدأت تحصل سلسلة من الأحداث الغريبة، وكأن الكلام اللي كان مكتوب على جدار المقبرة فعلا حقيقي، وانتشرت لفظة لعنة الفراعنة في كل أنحاء العالم، لدرجة أن الأثرياء اللي كانوا شاريين آثار وتماثيل فرعونية غالية جدا بدأوا يتخلصوا منها خوفا من اللعنة. الموضوع بقى ما وقفش لحد هنا، الإعلام سواء الأوروبي أو العربي كانوا بيعملوا حاجة غريبة جدا، كانوا بيربطوا بين بعض الأحداث بعيدة الأمد وبين لعنة الفراعنة. يعني لو شخص مثلا زار المقبرة وقت الافتتاح ومات بعدها بعشر سنين، الإعلام يقول لك دي لعنة الفراعنة، وحصل كده مع أشخاص كتير ظروف وفاتهم كانت منطقية ومعروفة، لكن الإعلام كان مصمم يربطهم بموضوع اللعنة بدون أي داعي. ومش بس كده، روائيين كبار زي أرثر كونان مؤلف شخصية شيرلوك هولمز الشهيرة كان واحد من الناس اللي اتكلموا عن لعنة الفراعنة وذكرها كتير في كتبه ورواياته، ودي من الحاجات اللي ساهمت في اهتمام الصحافة والإعلام بالموضوع، ده غير مئات الأفلام والروايات اللي اتكتبت عن لعنة الفراعنة، وطبعا خد عندك آلاف الكتب اللي اتباعت على حس الموضوع، وكأن الموضوع مجرد شو إعلامي. من الحاجات المهمة جدا وأهم معلومة في الحلقة إن موضوع لعنة الفراعنة ده محدش سمع عنه غير لما اكتشفنا مقبرة توت عنخ آمون، يعني قبل كده ما كانش الناس يعرفوا حاجة اسمها لعنة الفراعنة أصلا. وبعد مقبرة توت عنخ آمون ما حصلش أي حاجة غريبة في أي مقبرة تانية تدل على لعنة أو على أي حاجة زي كده. طب إيه الكلام ده؟ يعني باختصار كده لفظة لعنة الفراعنة الناس قالوها أول مرة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وبعد ما شافوا الحوادث الغريبة اللي حصلت في الوقت ده، واللفظ ده ما تقلش تاني بعدها ولا حتى قبلها، ودي نقطة مهمة جدا. يا ترى مين توت عنخ آمون ده في الأصل وليه مشهور قوي كده؟ في الواقع توت عنخ آمون ده كان ملك شاب مات وهو عنده 19 سنة، والغريب بقى انه ما كانش ليه اي قيمة تاريخية مؤثرة وما قدمش للحضارة المصرية اي حاجة، وبالمناسبة هو ده اللي صورته موجودة على الجنيه المصري. طيب يا ترى شخص ملوش اي قيمة تاريخية مؤثرة ليه مشهور قوي كده وليه الجدل ده كله داير حواليه؟ في الواقع سبب شهرة توت عنخ آمون ان المقبرة بتاعته وصلت لنا كاملة بعد 33 قرن، وكل حاجة فيها كانت موجودة وفي مكانها، ودي كانت أول مرة تحصل في تاريخ اكتشاف المقابر الفرعونية. المقبرة كانت مليانة بآلاف القطع الأثرية، لدرجة أن علماء الآثار فضلوا يفحصوا محتويات المقبرة لمدة تعدت 17 سنة.
أهم نقطة نقدر نفهم من خلالها الحل للغز لعنة الفراعنة إننا نتأمل شوية في سيرة الملك توت، أو بمعنى صح الملك الشاب، واللي ارتبطت اللعنة نفسها باسمه. لو تأملت قليلا هتسأل نفسك سؤال منطقي، توت عنخ آمون شاب صغير وغير مؤثر، فلو كان في حاجة فعلا اسمها لعنة الفراعنة بتصيب أي حد يدخل المقابر، مش كان أولى إن اللعنة دي تكون موجودة في مقابر الملوك الكبيرة اللي زي رمسيس الثاني أو آمن حتب الثالث على سبيل المثال، واللي العلماء دخلوا المقابر بتاعتهم وطلعوا عينيها حرفيا وخدوا عينات وعملوا أبحاث ومحدش حصل له حاجة. ضيف على كده إن عالم الآثار جوفاني باتيستا لما اكتشف مقبرة الملك سيتي الأول واللي كانت قبل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اتخذت على بعضيها بالذهب بالجثة بالورق اللي ملفوف به الجثة واتعرضوا في معرض في لندن وعادي جدا، ولا شفنا لعنة ولا يحزنون. وكمان لما دخلوا مقبرة الملك أمنحتب الثاني سنة 1898 والملكة تي والأسماء دي على سبيل الذكر مش الحصر، الأثريين دخلوا أكتر من 63 مقبرة لملوك وملكات مشهورين، وكان برضو مكتوب على جدران المقابر دي كل من يقومون بدخول هذا القبر أو يقومون بأعمال شريرة تجاهه سيكون التمساح خصمهم في الماء والعقارب والثعابين خصومهم على الأرض. والعلماء دخلوا المقابر دي ومحدش حصل له أي حاجة. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما احنا داخلين خارجين في مقبرة الملك خوفو وكأنها بيتنا ومحدش بيحصل له حاجة، بالرغم من ان الملك خوفو كان أغنى وأعظم وأقوى ملوك الفراعنة، إلا اننا ما شفناش في المقبرة بتاعته ولا الهرم بتاعه لعنة. طيب لما كل الملوك الكبار دول ما كانش عندهم لعنة، فمش منطقي ان شاب صغير عنده 19 سنة من غير انجازات تاريخية تبقى مقبرته ملعونة؟ طب يا ترى ايه السر؟ في الواقع السر بيكمن في ان الكهنة من قديم الازل كانوا بينشروا سموم في اركان المقابر وعلى الاساس وفي كل مكان، والسموم دي مفعولها قوي جدا وبتقدر تحافظ على تأثيرها لآلاف السنين، وكانوا كمان بيوزعوا فطريات سامة حوالين التوابيت وبيطلقوا في الجو أنواع معينة من البكتيريا المميتة، وكل ده كان خوفا من اللصوص وخوفا من إن حد يقتحم المقبرة ويسرق اللي جواها. والفراعنة بقى كانوا شاطرين جدا في موضوع السموم ده، وكانوا من أول الحضارات اللي زرعت النباتات السامة. طب هل بقى في أبحاث أو تجارب علمية بتأكد الكلام ده؟ أيوة فيه، العلماء لما أخذوا عينات من جوه مقبرة آمون ومن جوه التابوت لقوا إن فيها نسب عالية جدا من الفورمالدهايد والأمونيا وكبريتيد الهيدروجين، وكلها تعتبر غازات سامة تقدر تقتل الإنسان لو استنشقها. ومش بس كده، استنتجوا كمان من التجارب إن الفراعنة كانوا بيستخدموا مواد مشعة سامة في أغراض حفظ وتطهير الجثث. وبالفعل أساتذة البيولوجي في طب جامعة القاهرة وقتها لما فحصوا واحد من مستكشفين المقابر الأثرية لقوه مصاب بالتهاب في الجهاز التنفسي ناتج عن فطريات معينة كانت موجودة في مقابر المصريين القدماء. وأخيرا والأهم، كون المقابر دي مقفولة لآلاف السنين الجو اللي جواها بيكون فاسد، وبسبب عدم تجديد الهواء جوا المقبرة سهل ان اي شخص يدخلها للمرة الاولى يصاب بأمراض صدرية مستعصية. وبالفعل بعد حادثة مقبرة آمون بقى في قاعدة بيلتزم بيها كل علماء الآثار، وهي عدم الاستعجال في دخول المقابر المغلقة وانهم يسيبوا الهواء يتجدد، لأن دي كانت الغلطة اللي عملها الناس اللي دخلوا مقبرة آمون واللي أدى في النهاية لإصابتهم بأمراض مزمنة أوحت للناس بأن السبب فيها هو اللعنة. الدكتور محمد زكريا اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، الأبحاث أكدت أنه اتجرح من حربة أو آلة مسمومة جوه المقبرة، وده كان هو سبب وفاته. وبالمناسبة الكهرباء ما قطعتش في القاهرة في اليوم ده ولا حاجة، وده كان مجرد ادعاء من الصحف والإعلام. هيئة الآثار المصرية طلعوا في كذا لقاء وأكدوا في أكتر من بيان إن لعنة الفراعنة مجرد أسطورة حديثة ملهاش أي أصل من الصحة. والغريب جدا إن هوارد كارتر نفسه الراجل اللي اكتشف المقبرة ما حصلوش أي حاجة وفضل عايش لحد ما وصل 64 سنة. فلو كان في لعنة زي ما بيقولوا كان المفروض كارتر هو أول واحد يتصاب بيها، لأنه ببساطة مكتشف المقبرة. الصحافة والإعلام الكاذب والناس اللي كانت عايزة تبيع كتب ويعملوا أفلام تكسر الدنيا هم السبب الرئيسي في انتشار الخرافة دي، بالإضافة لعدم الوعي اللي مسيطر على كتير من الناس على مدار السنين. لكن ده ما يمنعش إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إن القدماء المصريين كانوا متفننين في السحر، وده معناه إن ممكن بعض السحرة يكونوا سخروا الجن لحماية بعض المقابر، لكن هل ده هو السبب في قتل اللي بيدخلوا ولا لأ؟ دي مسألة محدش يقدر يجاوب عليها.